مرحبا عمي، الحمد لله على سلامتك. أنا سمعت، زعلت كتير. شكرا، ليش واقفة؟ شفتي لمراد؟ يس، إيه هو جابني من المطار، قال لي إنه ترك البيت. ما بيصير، ما بعرف، بدي آخذ جان وروح بسرعة من هون. طبعا إليزابيت، هذا حقك. أكيد قلوبنا مو من حجر، ما رح نقدر نبعده عنك. شكرا إلك أمو، أنا كنت متأكدة أنك إنسان منيح. تعال لشوف، تعال نحضر شي للماما، جاي من السفر وتعبانة. لا لا، ماني جوعانة. ما بدي اعتراض، يلا جان. هلأ أنت جاية لهون لحتى تاخدي حفيدي مني؟ ايه، بعرف، رح تكون صعبة عليك. مو بس صعب، ومستحيل. تعرفي شو يعني مستحيل؟ يعني ما في، يعني لا لا نو، يعني نو. بس انت قبل شوي قلت لي قدام ولد صغير مثل هاد ما بقدر اقلع امه قدامه. لا لا، مستحيل. خلصنا، نقلعي لمحل ما اجيتي. جو هوم إليزابيث، جو هوم. عم تفهمي؟ اكيد عم تمزح. بدون ما اخذ جان ما بتهرك من هون. يا بتروحي بادبك، يا بشحطك من شعرك وبزتك برا. لا لا، روح، اتركوني، بدي اشوف ابني. اتركوني اذا بدي. امشي معي وحاجي لعي. اتركوني اتركوني جان. جدو وين ماما؟ جان، ماما، ماما، حبيبي جان، اتركوني، ما بدي روح. فوت لجوا. ابني بدير لي ظهره، والأميرة ديانا بتوقف قدامي لتحاسبني، وحفيدي، حفيدي اللي من صلبي رح يكرهني ويخاف مني. شو لزومه هالشي؟ مين كان يقول رح نوصل لهون؟ مين؟ بابا بكفي، لا تعب حالك، اهدى شوي. مراد ابني برا لحاله وحيد، وين ما كان في عدوين شو بيكون عم يعمل؟ تعبان كتير زلوخ، تعبان كتير. بدي وكل مهامي، بدي هوله للمحكمة، وهي البلد كمان فيها قانون، أكيد بده يكون فيها قانون بيحميني. طبعا فيها، أكيد فيها. ليش؟ ليش هيك؟ ليش نحنا؟ هدي شوي إليزابيث، هدي شوي، أكيد منلاقي حل، أكيد منلاقي. شو في عكاش؟ لازم نحكي. شو بدنا نحكي؟ شحطوني على المخفر. كمان؟ ايه كمان، لازم نحكي زليخة، هيك ما بيمشي الحال. ماشي، روح هلأ، تعال مثلا نحكي. Courbetier.